السلام عليكم. هدنة في الحدود صمدت أكثر من أي وقت مضى، وتبادل أسرى وتغيير سريع للخطاب المتشنج هنا وهناك، وثمة تحركات سياسية وتنقلات مفاجئة وحضور للخطاب السياسي وارتفاع وتيرة التناولات الإعلامية بشكل غير لافت، بينما ما تزال المواجهات العسكرية على الأرض تعيش اشتباكات متقطعة هنا وهناك. بات الحديث عن تبادل الأسرى مادة إعلامية يتم تناولها بشكل غير مسبوق ليوضح أن ثمة تغييرات على صعيد الخطاب السياسي بين الميليشيا والتحالف، غير أن الغائب الأبرز هو مسألة الحديث عن المختطفين في الداخل، وهم عشرات الآلاف تم اختطافهم بشكل تعسفي وأغلبهم مدنيين عزل لم يكونوا يوما ما أسرى حرب في ميدان المواجهات. المتابع ليوميات الخطاب الإعلامي بين الأطراف كافة يلاحظ تغيرا في ملامحه باستثناء خطاب تحالف الإنقلاب ضد اليمنيين وتحديدا المعارضين لمشروعه الإنقلابي. والأسئلة التي تلوح في الأفق بين تبادل الأسرى والتهدئة والتحركات السياسية، ما الذي يمكن قراءته؟ ماذا يعني أن يتم تسلم واستلام الميليشيا أسرى بينما يتم غض الطرف عن عشرات الآلاف من المختطفين المدنيين في سجن تحالف الإنقلاب؟ ما الذي تغير على صعيد الخطاب؟ وهل ثمة تحركات تتم خلف الكواليس تحضر لما يمكن أن يكون؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. سنبدأ حوارنا بعد مشاهدة هذا التقرير. تبخرت الأهازيج الممتلئة بالعداء واستنفار القتل واستدعاء الموت من قبل ميليشيا بالغت في استعداء الجميع. تغيرت لغة الخطاب بين ليلة وضحاها إذن، وأصبح الحديث عن تسليم 9 سعوديين واستلام أكثر من 100 أسير حوثي يأتي في إطار خطوات التفاهم الأولى كما وصفها ناطق الميليشيا الرسمي. سباق متسارع لكسب ود المملكة بين قطبي الحرب في البلاد المتمثلة بالحوثيين والمخلوع الصالح، والسعي لتسجيل انتصارات سياسية عبر حوار مباشر معها. الجهود الحثيثة كانت قد سبقتها مساع أخرى لاحتواء المواجهات الحدودية التي استنزفت المئات من المغرر بهم ممن دفعت بهم الميليشيا لمحرقة محققة من قبل سلاح متطور. لم تعد السعودية هي الهدف الأول للميليشيا، فقد غابت اللغة المتشنجة من خطابات الميليشيا والمخلوع بالتزامن مع صمود الهدنة الحدودية، وأصبح الحديث اليوم حول إنهاء الإزعاج الحوثي للجارة الكبرى. نجاح الهدنة من قبل ميليشيا عرفت أنها لم تلتزم بالهدن المعلنة من قبل الأمم المتحدة، مؤشر يراه مراقبون إذانا بفصل جديد من فصول حرب السياسة قد بدأ، وتمهيدا لمرحلة جديدة قادمة من التحالفات قد تفضي إلى مفاوضات جادة. ترجيحات بأن أي مفاوضات تسعى لوضع خارطة طريق سلام مستدام تبدأ بنزع سلاح الحوثي واشتراطات وجوده كحزب سياسي وليس كميليشيا لا تزال بعيدة حتى اللحظة، خصوصا وأن دور الشرعية الخافتة في المناطق المحررة لا يعزز موقفها التفاوضي إلا من خلال قوة التحالف بفرض أجندتها وشروطها، وهو ما يعقد مسألة تسليم صنعاء التي تكاد تمثل نقطة القوة الوحيدة بيد الميليشيا. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب من جنيف الكاتب والمحلل السياسي عبد الله اسماعيل. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير أستاذ عبد الله. يعني بداية نلاحظ تبادل أسرى، تهدئة أيضا، وهدنة استطاع الحوثيون هذه المرة أن يلتزموا بها، ما الذي يمكن قراءته بداية؟ يعني في البداية لابد أن يعني أن نشير إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أنه لم تكن لجماعة الحوثي لم تكن السعودية أو الهجوم على الحدود السعودية أو محاولة التوغل في بعض الأراضي السعودية هو الهدف الأول لهذه الجماعة، وإنما هي اتخذت هذا الأمر كذريعة لحربها الداخلية ضد اليمنيين، يعني لكي تقوي يعني موقفها في الحرب ضد اليمنيين في الداخل، فهي اتجهت لمحرقة في الحدود. نحن نعلم أنها لم تتقدم شبرا واحدا، لم تستطع أن تحقق أي انتصارات، وإنما كان هنالك مذبحة كبيرة لليمنيين الذين يعني غسلت أدمغتهم وخدعتهم بهذه
المقولة الكبرى، وهي غزو قرن الشيطان أو كما يسمى. وبالتالي أنا في تصوري أن هذا الأمر لم يكن في يوم من الأيام يعني السعودية هي العدو الأول بالنسبة للحوثيين، وإنما هي كان مبررا لحربهم الداخلية. الأمر الآخر، ليس هنالك الآن تفاهم ما بين التحالف العربي وما بين جماعة الحوثي، وإنما نتحدث عن تفاهمات ما بين الجار السعودية على الحدود السعودية ومع الحوثيين، وهذا أمر يختلف تماما في الإطار العام، لأن التحالف من أي ناحية يختلف أستاذ عبد الله؟ لأن التحالف مجموعة دول أعلنت بيانا واضحا وهدفها هو استعادة الشرعية في اليمن والقضاء على الانقلاب وعودة الشرعية وعودة الجميع إلى المسار السياسي. لكن ما حدث في الجنوب، جنوب المملكة أو شمال اليمن الذي هي حدود صعدة وجنوب المملكة، هي مناوشات من قبل الحوثيين لمحاولة كما أسلفت التغطية على حربهم الداخلية لليمن. وأعتقد أن السعودية في هذه المنطقة بالذات لم تعتمد كثيرا على قوات التحالف ولا على التحالف العربي، وإنما اعتمدت على قواتها المباشرة، وهي كانت يعني قادرة على أن تصد هذه الهجمات الحوثية. وبالتالي يعني نحن لا نرى أكثر من أن هذا الأمر هو تهدئة في هذه المنطقة الحيوية والمهمة، وأيضا هي كشف لعورة الحوثيين ولإجرامهم يعني المتنامي، في أنهم ليس لديهم مشكلة أن يعني أن يحولوا العدو إلى صديق في لحظة إذا ما يعني كان ذلك في مصلحتهم، مع استمرار قتلهم لليمنيين. تبدل المصطلحات والتعريفات والأعداء لهذه الظروف هي نتيجة أيضا أو يعني مؤشر كبير على أن هذه الجماعة ليست يعني لا تهدف في الأول وفي الأخير إلا إلى قتل اليمنيين، معركتها مع اليمنيين مع الداخل وتحقيق انتصار على اليمنيين. وفي اللحظة الذي أدركت أنها تحترق في هذه الحدود توجهت للاستسلام المباشر وغير المشروط، ليس هنالك أي شروط في هذه الهدنة من قبل الحوثيين غير أنهم يتراجعون إلى ما كانوا قبل انقلابهم وإسقاطهم للعاصمة اليمنية صنعاء. نعم، طيب أستاذ، يعني إذا ما الذي يعني أن تتم عملية تبادل أسرى بين الحوثيين وأيضا السعودية، ويتم غض الطرف تماما عن كثير من الأسرى يعني المدنيين الذين يقبعون في سجون التحالف؟ نعود مرة أخرى لنوصف المسألة. في الحدود هذا صراع ما بين جماعة الحوثيين ومحاولات من الحوثيين لصرف الانتباه عن الداخل، أو لمحاولة يعني إغراء اليمنيين للذهاب إلى الحدود في معركة كبرى خاسرة. نحن ندرك من البداية أنها خاسرة، لكنها كانت تغطي على حربهم للجنوب أو لمناطق الوسط ولمناطق الشمال. يعني نحن نتذكر دائما في البداية عندما كان الحوثيون يتجهون لحرب اليمنيين في تعز وفي عدن وفي مأرب وفي غيرها، كان الناس يتساءلون أنتم إذا كنتم تظنون أو تقولون أن السعودية ومن وراءها إسرائيل وأمريكا هي التي تقاتل، إذن لماذا لا تفتحون جبهات في تلك المواجهات؟ وبالتالي يعني هذه من طبيعة هذه الجماعة. هذه الجماعة لا تهتم بالإنسان، لا تهتم بالإنسان. وبالتالي نعود ونقول أن هذا الصراع كان صراع لحد ما، لنكون صريحين، لم يكن صراع اليمنيين مع الحوثيين في الحدود السعودية اليمنية، وإنما كان صراع اليمنيين مع الحوثيين في الداخل اليمني. في كل محافظة حاول الحوثيون أن يقتحموها، في كل محافظة وفي كل مدينة اجتاحها الحوثيون وفجروا وقتلوا وأسالوا الدماء. نحن كل من البداية كنا نقول لهم عندما كانوا يحدثون عن الهجوم السعودي على اليمن، نقول أنه ليس هنالك يمنيون يقاومون هجومكم عليهم في محافظاتهم، أما في الحدود وفي حدود المملكة فالمملكة قادرة على أن تصدكم وعلى أن تمنع تقدمكم. إذن اسمح لي أستاذ عبد الله أن أنقل وجهة نظرك هذه إلى ضيفنا عبر الهاتف، الكاتب وأيضا المحلل السياسي محمد جميح من لندن. مساء الخير أستاذ محمد. هلا مساء النور. أهلا بك.
أستاذ محمد، يرى الأستاذ عبد الله إسماعيل أن ما يتم الآن في الحدود السعودية اليمنية هو مجرد تبادل أسرى أو عملية بين السعودية فقط والحوثيين، لا شأن للتحالف فيها، هي تلتزم باشتراطاتها هي فقط، لا يمكن الحديث أيضا عن أسرى يمنيين في هذه النقطة أو أسرى لدى يعني تحالف الانقلاب أو حتى المبادلة بينهم، لأنهم ليسوا منخرطين في مسألة العمليات في الحدود، ما رأيك؟ هو في الحقيقة من جينا ناحية الجنسية هم يمنيون الذين أطلق سراحهم اليوم 9 من اليمن، يعني يقاتلون مع الحوثي وصالح. نعم. نحن لا نستطيع أن ننكر أن علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي هم يمنيون، وأن الذين أسروا يمنيون كذلك، لكن الجبهة أو المعركة التي خاضوها ليست معركة اليمنيين في حقيقة الأمر. والجبهة بشكل عام، توصيف الصراع في اليمن من وجهة نظري هو يؤخذ من زاوية أبعد، من زاوية الصراع العربي الإيراني، الصراع العربي الفارسي القومي، واليمن إحدى جبهات هذا الصراع، والعراق إحدى هذه الجبهات، وسوريا إحدى هذه الجبهات، ولبنان كذلك. إذن بهذا التوصيف يكون كل الذين وقفوا في اليمن ضد الحوثيين وضد الانقلابيين في تصوري إنما يقفون مع الصف العربي، مع صف العرب في معركتهم التاريخية والمعاصرة ضد التدخل الإيراني الواضح. هناك من يقول أين الإيرانيون في اليمن، بينما نرى طائرات التحالف العربي تقصف اليمن، لكن الإيرانيون لا يحتاجون إلى الحضور الجسدي والفيزيائي داخل الأرض اليمنية، لأن وكلاءهم من الحوثيين موجودون وقد اشتغلوا عليهم سنوات طويلة حتى أنتجوا النسخة اليمنية من الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله ومن كتائب عصائد أهل الحق وغيرها من الكتائب التي تدين بالولاء أصلا للولي الفقيه في طهران. نعم. إذن هذه معركتنا نحن العرب مع الإيرانيين، وأنا في تصوري أن أي توصيف آخر إنما هو توصيف مضلل، لأن المعركة الإيرانية في البداية كانت الأصل معركة الحوثيين ضد اليمنيين أو معركة الإيرانيين ضد اليمنيين، هم الذين قاموا بالانقلاب. لماذا جاءت السعودية؟ طيب حتى المعركة التي هي الآن في الحدود أستاذ محمد، هذه حقيقة ينبغي أن نكررها. نعم أستاذ محمد، العدوان الداخلي هو الذي سبق. طيب أستاذ محمد، هل نستطيع أن نسقط ذلك أيضا على المعركة التي يعني تحدث الآن في الحدود؟ أنا لم أفهم السؤال. يعني أنت تتحدث عن أنها معركة اليمنيين أو معركة الجميع ضد إيران بما فيهم السعودية واليمن وبقية التحالف، ولكن الذي يحدث الآن بين الحدود اليمنية السعودية والتي يقوم الحوثيون بحرب كما سميتها ليست حرب اليمنيين. طبعا الحوثيون عندما استولوا على العاصمة بقوة السلاح أول ما فكروا فيه أن استخدموا سمحوا للطائرات الإيرانية وللسفن الإيرانية بالمجيء إلى الموانئ الجوية والبحرية اليمنية، وكانت هناك يعني معدات عسكرية حساسة نقلت إلى صعدة من أجل إنشاء مصنع لتصنيع الصواريخ قصيرة المدى من أجل ضرب المملكة العربية السعودية بخبرات إيرانية، وهذا ليس هذه أخبار منشورة في حينها. أما ورش ومصانع صغيرة لتصنيع الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والألغام هذه موجودة في صعدة، لكن كان هناك خطط لإنشاء مصنع لتصنيع الصواريخ قصيرة المدى لضرب المدن العربية في المملكة العربية السعودية. وبالتالي الذين عندما انقلبوا على النظام الحكم في البلاد، الذين هددوا بغزو مكة والمدينة وفتحها، الذين قالوا لن تذهبوا بجواز السفر للحج لأنها ستكون تحت إرادتنا، الذين أنشأوا وقاموا بالمناورات العسكرية على حدود الجيران، هم الذين بدأوا الحرب، ولم يبدأوها من ذات أنفسهم، بدأوها بإرادة الذي قال إن رابع عاصمة عربية سقطت بأيدينا. نعم. روحاني قال إن حدود إيران تمتد من سواحل البحر العربي أو المحيط الهندي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، وجاء فريق قائد الحرس الثوري الإيراني قال إن حدودنا تمتد من باب المندب إلى البحر إلى تنافس البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي حدود إيران. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني غير حدودها السياسية. نعم. دكتور محمد، يعني هل ترى إذن بعد مرور عام من إطلاق عاصفة الحزم أن هذا الدور الإيراني قد تراجع؟ بكل تأكيد، يكفي اليوم أن المسؤولين الإيرانيين يستجدون الرياض في لإعادة فتح العلاقات، لإعادة فتح السفارات وإقامة العلاقات من جديد. إيران تفهم جيدا أنها في حالة
قطيعة قطع العلاقات مع السعودية ومع دول الخليج بأنها لن تستطيع اختراق المشرق العربي وبالتالي لن تصل إلى المغرب العربي. وإيران تريد من خلال إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج أن تعود إلى اختراق الصف العربي. الآن العلاقات مقطوعة أو شبه مجمدة مع بعض دول الخليج أو مع كلها، ولن تعود العلاقات في تصوري إلا بترتيبات معينة، وإيران تريد هذه العلاقات لتنفذ من خلالها إلى النسيج العربي. إيران اليوم قطعت اليمن بلا شك. إيران قالت الحوثيين بأنها ستدعمهم وستتدخل عسكريا لو حصل أي اعتداء عليهم. وعندما بدأت عاصفة الحزم في اليوم الثاني العاصفة، قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني عندما سئل في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمناسبة، قيل له هل ستتدخلون عسكريا؟ قال لا، لن تتدخل إيران عسكريا، ولكننا سنمارس القنوات الدبلوماسية، الضغط عن طريق القنوات الدبلوماسية والسياسية. إيران الآن لا تستطيع أن تتدخل في اليمن، بل إنها أصبحت بفعل الإجراءات العملية التي بدأت دول الخليج تتخذها إذا عملائها في داخل دول الخليج، ترحيل من ينتمي إلى حزب الله، ترحيل أو إلغاء إقامة من يدين بالولاء للولي الفقيه. هذه الخطوات ينبغي أن تستمر. هذه ليست دعوة عنصرية، إنما هذه دعوة تصب في صميم الأمن القومي العربي، في صميم استراتيجية عربية موحدة من أجل تتبع خلايا إيران النائمة والقائمة في البلدان العربية. اليمن إحدى هذه الجبهات بين العرب وإيران. طيب أن هذه الجبهات بطريقة الحزم بإذن الله، والإيرانيون في الأخير جربت إيران الدخول بحرب مباشرة مع العرب أيام صدام حسين رحمه الله وهزمت، وتجرع الخميني كأس السم. بعد أن جربت تلك الحرب المباشرة مع العرب أرادت أن ترتز بحروب أخرى، فرغت حزب الله والحوثيين وفرغت جماعات الجيش العراقية من أجل أن تخوض حربا ضد العرب من داخل العرب، يقوم العرب الشيعي بضرب العرب السني في لصالح إيران. نعم دكتور محمد، إذن يعني كيف تفسر صمود الهدنة هذه المرة التي يعني كانت فقط بين الحوثيين والسعودية على الحدود؟ أنا في تصوري أنها بتقرأ يعني قراءات مستفيضة، يعني لا يمكن على عجالة التعوض. لكن باختصار، المملكة العربية السعودية دقت إسفينا واضحا في علاقة التحالف الحوثي الصالحي في الداخل اليمني بإجرائها هذه الخطوة المنفردة مع الحوثيين دون علي عبد الله الصالح. والثمار بدأت تأتي بتصريحات كبار المسؤولين في حزب صالح والإعلاميين لديه بأن الحوثيين قد وجهوا طعنة في الظهر لعلي عبد الله الصالح. أدرك علي عبد الله الصالح هذه الخطوة وجمع حشده في ميدان السبعين يوم السبت الماضي من أجل أن يقول للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج وللتحالف العربي بأنني أنا أقوى من الحوثي، وإذا أردتم أي حل سياسي أو دبلوماسي للقضية في اليمن فعليكم أن تأتوا عبر البوابة الرئيسية علي عبد الله الصالح. إذا الخلاف نجحت المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة في إحداثه، ثم إنها أيضا نجحت في تأمين حدود السعودية من إلى حد ما إلى حد كبير من ضربات المقذوفات الصاروخية والهاونات المدفعية. لكن الحوثي بالمقابل استفاد في تأمين صعدة من أجل أن ينقل إليها كبار قادته الأمنيين والعسكريين والسياسيين حتى يظلوا بعيدا عن ضربات الطائرات، بينما ضحى بقية الأتباع في صنعاء وفي غيرها من المدن اليمنية الذين يتعرضون للضربات بشكل يومي. إذن صورة الحوثي المقاتل الوطني الذي يدافع عن اليمن اهتزت بفعل هذه الخطوة، اهتزت في أنظار أتباع المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق علي عبد الله الصالح، واهتزت في نظر المواطن العادي الذي رأى أن الحوثي بدأ أنانيا واضحا عندما سعى لتأمين منطقته دون بقية المناطق اليمنية، وسعى لتأمين زعامته وقيادته المتمثلة في عبد الملك الحوثي دون بقية القيادات الأخرى والقادة الميدانيين والقطاعات الميليشياوية المنتشرة في الأجزاء التي يسيطر عليها من البلاد. لكن نعم، بالمحصلة النهائية أنا في تصوري أن هذه الخطوة، الخطوة التبادل الأسرى والاتفاق مع الحدود على الحدود اليمنية السعودية، هي خطوة في طريق الطريق الطويل للوصول إلى الكويت. يبدو أن الحوثيين إما أنهم أدركوا أن المراوغات لن تجدي، أو أنهم يريدون، وهذا احتمال كبير، يريدون أن يمتصوا العاصفة وأن يذهبوا إلى الكويت لإجراء حل سياسي لا ينزع عنهم السلاح. نعم، لأجل المفاوضات، يعني كانت مجرد يعني تلميحات لأجل المفاوضات. دعني أنقل هذه الفكرة فقط. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الجميح، الكاتب المحلي.
السياسي كنت معي عبر الهاتف من لندن. أنقل إليك الحديث أستاذ عبد الله. يعني تحدث الأستاذ الدكتور محمد أن هذه التهدئة هي كانت لأجل إظهار نوايا الحوثي أكثر، ربما ليذهب إلى المفاوضات بصورة مختلفة. ما رأيك أنت، لما استمرت الهدنة حتى هذا الوقت رغم معرفتنا بأن الحوثي لا يستطيع أن يلتزم بهدنة يعني في الحرب؟ يعني أنا أعيد وأؤكد على أن يعني معركة الحوثي ليست مع السعودية ولا مع غيرها، هي معركة مع اليمنيين، مع هي بدايتها مع اليمنيين لتنتهي بعد ذلك باستيلاء كامل على هذا البلد المهم والمحوري في المنطقة، وكانت معركته خاسرة. يعني أنا في تصوري أن أكثر من 50 إلى 60 إلى 70% من هذه الهدنة هي هزيمة عسكرية بكل ما تعني الكلمة من معنى في الحدود اليمنية السعودية. هنالك محرقة كبيرة. يعني أريد أن أنوه على هذا الأمر ونؤكد عليه. هنالك عشر يعني مئات بل آلاف قتلوا في هذه المحرقة التي دفعهم إليها غرور الحوثي في محاولة لتبرير يعني قتاله ومعركته الداخلية ضد اليمنيين. هذه محرقة الحدود لا يتحدث عنها كثير، ولكن أنا في اعتقاد أنه أرغم عليها، ليست فقط إرغام من الحدود السعودية من المعركة، ولكن أيضا من الداخل. الضغوط الكبيرة، الانتصارات العسكرية الكبيرة التي توالت على الحوثيين في مختلف المناطق، وأيضا الخلاف الظاهر والذي تحدثنا عنه منذ زمن بعيد، قلنا أن تحالف الحوثي وصالح ليس استراتيجيا وإنما تكتيكي. علي عبد الله صالح بالنسبة للحوثيين هو عدو، لكنه عدو مؤجل لاستخدامه لاستكمال مشروعهم. وفي حالة أنهم يعني رأوا أن مصلحتهم في الابتعاد عنه، هذا ما حدث وما سيحدث. وبالتالي هذه الهدنة أنا في تصوري لها شق مهم عسكري، وهي أنه كان هنالك استنزاف كبير لقوات الحوثي في هذه المنطقة، ووصلوا إلى مرحلة من عدم القدرة حتى على الضخ الإعلامي الكاذب الذي كانوا يرددونه عبر قنواتهم وعبر إعلامهم. الأمر الآخر أنهم يدركون جيدا على أن القضية الآن أصبحت المبادئ العسكرية، والمبادرة العسكرية لم تعد بيدهم. نحن نتحدث عن عام من عاصفة الحزم، من التحالف العربي، من المقاومة، نتحدث أن 80% كانت تحت أيديهم، الآن لم تعد تحت أيديهم. وبالتالي القضية هنا هنالك انهيارات سياسية، هنالك انهيارات عسكرية. يعني بهذا الشكل تجد أستاذ عبد الله أن التحالف حقق أهدافه من عملية الحزم؟ بالتأكيد. يعني قد لا نقول أنه حتى الآن حقق 100%، وليست فقط يعني جهد التحالف. يعني التحالف بالتأكيد هو جهده مهم وكبير، ولكن أيضا المقاومة الشعبية التي استطاعت أن تستفيد من هذا التحالف ومن تنسيق مع التحالف، الجيش الوطني الذي استطاع أيضا أن يدعم المقاومة الوطنية، بالتأكيد يعني هنالك انتصارات كبيرة. نحن اليوم نتحدث عن أن الحوثيين تسريبات واضحة تؤكد على أن لديهم استعدادات، كما أنهم خضعوا في الحدود وذهبوا بأنفسهم لنزع الألغام وتسليم الأسرى وإعلان وتخفيف يعني لهجتهم وتغيير لهجتهم بالنسبة لمن كانوا يسمونه قرن الشيطان. الآن التسريبات تقول أن عندهم استعداد، لديهم استعداد أن يعني يقدموا ضمانات لتنفيذ القرار الأمم 22/16، بل هنالك أحاديث عن إطلاق أسرى ومختطفين في القريب العاجل. أنا أعيد لموضوع المختطفين، هنالك إصرار من الحوثيين أن يكون هؤلاء المختطفين ضمن عملية سياسية داخلية، ضمن مشاورات سياسية، وليست يعني هم حريصين على هذا الأمر. نحن نتذكر ما حدث في بييل عندما حتى رفضوا أن يخبروا الصليب الأحمر هل هؤلاء المختطفين أحياء أم أموات. لديهم هذه الورقة، يحاولون يعني وهي استخدام قدر لهذه الورقة لمعاناة الناس، الصحفيين الذين حتى يمنع زيارتهم، السياسيين محمد قحطان والصبيحي وغيرهم. وبالتالي أنا في تصور القضية ليست بتلك البساطة. الموضوع هنا يتخذ الآن يعني منحنيات قد تتجه إلى هزيمة نكراء لطرفي الانقلاب. وربما يعني دعيني أقول وأؤكد أيضا أن التحالف بين الحوثي وصالح
لم يعد كما كان عند إسقاط العاصمة صنعاء وما بعدها. هنالك ترتيبات يبدو أنها ستتضح خلال أيام. نعم. الأمور ليست كما هي كما تبدو بالتأكيد. نكمل أستاذ عبد الله حلقتنا من المساء اليمني لهذا اليوم بعد هذا الفاصل، انتظرونا أنت وأستاذ المشاهدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، لو تحدثنا عن الخطاب الإعلامي للطرفين نجد أنه هدأ كثيرا، رغم أنك يعني تتحدث عن أن المسألة هي حصرية بين السعودية والميليشيا، ولكن نلاحظ أيضا أن الخطاب التحالف بشكل عام هدأت يعني حدته، وخاصة حينما تحدث عسيري أنه يمكن يعني التفاوض مع الميليشيا، والحديث في غير مرة يعني عن هذا الموضوع أنها مكون سياسي يمكن التخاطب أو التحاور معه، ما رأيك؟ يعني دعيني يعني أكون مختلفا إلى حد ما. يعني موضوع الحوثي وحتى المؤتمر الشعبي العام دون صالح والحوثي يعني وجماعة أنصار الله مع تحفظي على التسمية دون قياداتهم التي وردت أسماؤها في مقررات دولية، أعتقد أن موضوع أنهم سيشاركون في العملية السياسية وأنهم جزء مكون من العملية السياسية القادمة هو أمر لم يتوقف الحديث عنه حتى في بيان التحالف العربي. لو عدنا وتذكرنا أن التحالف كان يقول هو هدفه إعادة الشرعية وعودة العملية السياسية في اليمن بمكوناتها المختلفة، لكنه يشترط الاشتراطات الدولية التي فرضها المجتمع الدولي عبر قرارات واضحة، وهي الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة. إذا ما تحقق ذلك فإن الحوثي أو إنصار الله هم مكون من مكونات الشعب اليمني، وأيضا المؤتمر الشعبي العام دون صالح هم مكون من مكونات الشعب اليمني، مع إبقاء الأمر موضوع العقاب وأيضا العدالة الانتقالية وعدم إفلات المجرمين من العقاب. هذا أمر مهم. الأمر الآخر قضية التخفيف السياسي، دائما ما يرافق العمليات أو محاولات الذهاب إلى مشاورات. يعني عندما تحدثنا عن المشاورات السابقة أو الدورتين من المشاورات السابقة كان هنالك تهدئة، كان هنالك محاولة، وهذه تنبئ عن رغبة حقيقية من التحالف العربي ومن الحكومة الشرعية على أنه لدينا استعداد بالفعل أن نذهب إلى مشاورات حقيقية تفضي إلى حل. هل نستطيع تطبيق هذا الكلام على أيضا يعني خطاب الحوثي الذي هدأ كثيرا، أن لديه رغبة حقيقية هذه المرة في الذهاب إلى مفاوضات جادة وعملية؟ لأول مرة يهدأ خطاب الحوثي، يعني حتى في تلك المشاورات كانت التهدئة من الطرف التحالف والشرعية، لكن الحوثي كان متنمرا وعصبيا. في هذه المرة يبدو أن الهزيمة في الحدود والهزيمة في الداخل اليمني في مختلف المناطق، الخلاف الكبير بينه وبين الإسفين الذي تحدث عنه الدكتور محمد جميح والذي أثر بالفعل على علاقته بحليفه، ربما كل هذه الأمور جعلته يخفف من لهجته، وكما ذكرت هنالك يعني أنباء وهنالك مؤشرات على استعداده للذهاب إلى مفاوضات، لكنه يتمسك إلى الآن، ما زال يتمسك بمسألة قضايا عدم موضوع العقوبات، وهذا يعني من الأمور المخزية، كما هي مخزية أن يستسلم بهذا الشكل وأن يكذب على الناس في موضوع الحدود والتوغل والعدو وقرن الشيطان الذي سيحاربه إلى ما لا نهاية، ثم بعد ذلك يرضخ هذا الرضوخ المهين. أيضا موضوع العقوبات، كل محادثاته حتى الطرف الآخر أو في أول ما يضعونه هو مسألة رفع العقوبات على من ذكروا في القرار الأممي، أعتقد. وأيضا موضوع الأسلحة إلى حد ما ما زالوا حتى الآن يحاولون يعني اللعب على هذه الورقة، مع أن هنالك وضوح أعتقد لدى الإقليم ولدى التحالف ثم يتبعه الوطن العربي وأعتقد أيضا دوليا على مسألة السلاح، وأنه لا بد أن يكون هنالك حل لموضوع السلاح بحيث يكون
فقط حصريا على الدولة اليمنية. هل تتوقع يعني عند هذه النقطة أن المفاوضات القادمة ستحمل يعني انفراجة، يعني إذا ما تخطينا مسألة السلاح، خاصة أن يعني الحوثي هناك مصر على عدم تسليم سلاحه الذي ربما يؤدي به إلى محرقة أو مهلكة، في حين أن الشرعية أيضا والتحالف كما تفضلت يتمسكون بهذه النقطة، من باعتقادك سيتنازل عن هذا الأمر؟ أنا في دائما أقول أن الضمان الأهم لتنفيذ طرفي الانقلاب للقرار الأممي 2216 هي المقاومة على الأرض والجيش الوطني والجدية في الذهاب إلى الحسم العسكري، هذا أمر أنا أؤكد عليه دائما. نعم. لأنه لم يقدم الحوثي حتى الآن أي إجراء من إجراءات بناء الثقة، وبالتالي أي حديث عن ضمانات أو عن موافقات القرار الأممي 2216 لا تتضمن تسليم حقيقي لموضوع السلاح أو حل هذا الموضوع، أعتقد أنها لن تخرج إلى العلن أي تسوية سياسية تتجاوز هذا الأمر. الحكومة اليمنية في بييل كانت قدمت شيء من التنازلات في موضوع تراتبية تنفيذ مقررات القرار الأممي 2216. هنالك مكون لإجراءات بناء الثقة يتكون من ثلاث أمور، منها موضوع المعتقلين، ومنها مواضيع أخرى كإطلاق توقيف وقف إطلاق النار وغيرها، والانسحاب. ثم بعد ذلك نناقش كيف يتم الانسحاب، كيف يتم تسليم السلاح، وبأي آلية من الآليات. لكن كانوا يرفضون هذا الحديث عن هذا الأمر على الإطلاق، يعني بمجرد أن يتم الحديث حتى على الإجراءات بناء الثقة كانوا يرفضون الحديث عنه، فما بالك بموضوع تسليم السلاح. لكن الآن هنالك تسريبات عن حديث عن استعدادهم لمناقشة تسليم السلاح الثقيل والمتوسط. نعم. يعني باختصار شديد نحن أمام يعني لحظة مهمة وتاريخية وفارقة، أعتقد إما التوجه إلى الحسم العسكري الذي سيليه بالتأكيد حسم سياسي قد لا يجد الحوثي وصالح نفسهم فيه على الإطلاق، ربما إذا ما ذهبنا إلى حل عسكري سيكون لدينا كثير من الضحايا، سيكون لدينا كثير من الثمن الذي سيدفعه المواطن اليمني. لا أعتقد بعد ذلك أن سيقبل اليمنيون أن يشاركهم في عملية سياسية هؤلاء الذين أوغلوا واستمروا في الحرب إلى هذه الدرجة. إذا اسمح لنا أستاذ عبد الله، يلتقطوا هذه الفرصة ثم ويتحولوا من الآن إلى المربع السياسي ليذهب اليمنيين جميعا إلى حل حقيقي للأزمة. نعم، اسمح لنا أستاذ عبد الله أن ينضم معنا أيضا الأستاذ عبد العزيز المجيد الكاتب والصحفي من تعز. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور، أهلا وسهلا. أستاذ عبد العزيز، يعني هناك تهدئة على الحدود صمدت أكثر من أي تهدئة أخرى، وما زالت الميليشيات زاول عملها في قصف المدنيين في الداخل، كيف تقرأ هذه المفارقة؟ كل ما في الأمر يبدو أن هناك خطوط ساخنة فتحت مؤخرا بين التحالف العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين. من الواضح أن التحالف العربي يواجه ضغوط إلى حد كبيرة في بجانب إيقاف الحرب، وهذا الضغط متواصل من فترات طويلة، لكن في نفس الوقت يبدو أنه أصيب بخيبة أمل من أداء السلطات الشرعية اليمنية في الداخل، وبدأ يفكر بمسألة أنه كيف يتم احتواء جماعة الحوثيين بدل من المواجهة حتى النهاية والقضاء على المبرم عليها. أعتقد بأن التحالف العربي بدأ يفكر بطريقة كيف بالإمكان أن يخرج، لا أقول بمكاسب نهائية وكاملة وحاسمة فيما يتعلق بالقضاء على الحوثيين وصالح، ولكن بالقدر الأكبر من المكاسب الذي يظهره بأنه قد أنجز شيئا كبيرا في اليمن، وأصبح في النهاية على مشارف تسوية سياسية تعيد الأطراف بشكل كامل إلى المشهد المجدد. نعم، ويعيد المسلسل القديم الجديد في اقتسام السلطة والمهاترة في دورة صراعات جديدة وعلى هذا النحو.
نعم استاذ عبد العزيز، يعني ضيفنا عبر اسكايب الاستاذ عبد الله اسماعيل يعني لديه رؤيه مختلفه ربما، هو يتحدث عن ان العكس، ان لا يوجد يعني ليست مساله ضغوط على التحالف انما مساله خسارات منيت بها ميليشيا الحوثي في الداخل وخاصه في الحدود هي ما دعتها الى اللجوء للتهدئه غير المشروطه، تبادل اسرى ايضا، وايضا يعني فتح صفحه للمفاوضات القادمه بسبب هذه الخسائر، ما رايك؟ سيدتي الكريمة، إذا كنا نتحدث عن محافظات عديدة لا زالت تحت سيطرة الحوثيين وصالح حتى الآن، وتحديدا أيضا أهم محافظتين أعتقد في الشمال هما محافظة تعز وصنعاء. إذا استمر هذا الأداء على هذا النحو يعني أن التحالف لجأ بصورة أخرى إلى تقديم تنازلات بشكل أو بآخر للتعامل مع الحوثيين بشكل أو بآخر، وبنفس الوقت أيضا إعطاء أمل لصالح بأنه بالإمكان أن يكون طرفا في التسوية القادمة من خلال إعطاء بعض التنازلات المفروضة والمطلوبة من صالح. في النهاية التحالف العربي إلى حد كبير هو في النهاية ليس جمعية خيرية، هي عبارة عن مجموعة دول قامت من أجل تأمين حدودها وأيضا محبوسة بمخاوف ومخاطر متعلقة بأمنها القومي. واجهت هذا الأمر، لم تحقق الهدف بشكل كامل، لأننا عندما نتحدث عن مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثيين مع السعودية، هذا يعني أن السعودية تفقي على نواة للجماعة الإرهابية التي أسقطت اليمن في بورة الحرب والاقتتال، والتي مثلت خطرا أيضا رئيسيا ووجوديا على السعودية بتدشين ما يسمى بالمناورات العسكرية على حدودها، وأيضا التناغم مع الخطاب الإيراني الذي كان يتحدث عن الطواف بمكة وإسقاط بقية المناطق في السعودية. بمعنى أن ما يحدث هو تتويج نقول لنصف هزيمة ونصف انتصار، نلتقي في الوسط وبالتالي نعود مجددا إلى طاولة المفاوضات والتسويات، وهذه عادة يتم حسمها وفقا لموازين القوة على الأرض. مثلا مدينة كتعز حوصرت منذ عام حتى الآن، وكان التحالف العربي وأيضا القيادة في السلطة الشرعية تحدثت مرارا عن وأطلقت عدة عمليات فيما يتعلق بتحرير تعز، وبدأ أن جميع القوى سواء القوى الداخلية أو دول التحالف لديها حسابات متضاربة يبدو في إطار حساباتها الخاصة، ليست واضحة تماما ماذا تريد، هل بالفعل تواجه التهديد الوجودي الحقيقي الذي يهدد أمن المنطقة بشكل كامل، أم أنها إذن هل أصبح تريد أن تواجه إيران وأذرعها في اليمن، وبنفس الوقت أيضا لديها تصفية حسابات في الداخل، وهذا ما شاهدناه للأسف الشديد موجود. لكن في نفس الوقت كما قلنا أيضا هذه الدول لديها مصالح ولديها حسابات، وهي ليست جمعية خيرية. اللوم الأكبر يقع بدرجة رئيسية على السلطة الشرعية الداخلية وعلى القوى السياسية والأحزاب الأخرى التي ظلت تتفرج وللأسف ألقت وضعت بيضها كله في سلة واحدة، وبالتالي نحن سنعود مجددا يبدو إلى نسخة قريبة من صيغة مبادرة خليجية أخرى منقحة، ربما تضمن لصالح حتى أيضا المشاركة في السلطة في المستقبل من خلال نقلة، ويبدو أن هذا الأمر سيحدث والعالم لا يكترث بمسألة أن هذا الرجل قد تلطخ بالدم وارتكب مجازر وحروب زادة بحق اليمنيين، وبنفس الوقت تحدث واحدة من أكثر وأسوأ المهازل التي يشهدها العالم، رجل يمارس السياسة ولديه قانون حصانة، والعالم أيضا لا يزال يتحدث عن ضرورة خروج الآمن، وخروج الآمن لا يعني أنه سيخرج بشكل نهائي، وإنما أيضا يجب أن يكون له أذيال، وأعتقد بأن هناك ترتيبات على ما يبدو لإعادة إنتاج ابنه في المشهد القادم. وقبل يومين أو ثلاثة أيام تحدثت صحيفة لوموند الفرنسية وقالت بأن صالح يشكل أذى لبلاده وأيضا يضر بمصالحها وهو يشن حرب عليها، لكنه في نفس الوقت لم يعد إلا بتمثيل عشيرته وأسرته في السلطة. اتضحت الفكرة أستاذ فيصل أستاذ عبد العزيز، القبول الدولي لتسويات من هذا القبيل، وهذا بالتالي أعتقد أنه سيعيدنا مجددا إلى انتهى الوقت. اسمح لي أستاذ عبد العزيز المجيدي، مراكز نفوذ داخل السلطة من خلال قوى عسكرية، ولا أعتقد أن هناك أيضا
اهتمام بفكرة تسليم السلاح بدرجة رئيسية ولا أيضا بالقوة الرئيسية التي يمتلكها علي عبد الله صالح. هناك حديث مثلا فيما يتعلق بجانب تسليم السلاح عن ميليشيات الحوثي فقط، لكن في النهاية ما هو تصنيف قوات علي عبد الله صالح التي كانت هي القوة الرئيسية التي قتلت اليمين وسفكت دماءهم، وهي أيضا التي قررت بدرجة رئيسية أيضا أن تكون هي طرف الانقلاب الرئيسي. هل سنتعامل معها باعتبارها جيش ويمكن أن تحدث تصفيات وتعلن ولاء للشرعية وانتهى كل شيء وكأن شيء لم يحدث؟ إذا اسمح لي أستاذ عبد العزيز أن أنقل هذه الفكرة ما حدث على طرف السياسية مشاركة، ونحن للأسف نجني ثمار هذه المهزلة التي استمرت طوال الفترة الماضية. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز المجيدي الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أخيرا الأستاذ عبد الله، يعني يجد الأستاذ عبد العزيز المجيدي أن لا لوم على الدول المشاركة في التحالف لأنها في الأخير تحمي مصالحها، ولكن اللوم هو على السلطة الشرعية التي رمت ببيضها كله في سلة واحدة كما تحدث، وربما ستفرز الأيام المقبلة تحالف جديد أو يعني ربما مبادرة خليجية أخرى تم يعني تعطي الحق لصالح في العودة عبر النجلة، وأيضا وجود كل هذه الأطراف في يعني عملية سيئة كما وصفها. هل تتوقع مثل هذا السيناريو؟ يعني مع احترامي الشديد للأخ العزيز، يعني هذا خطاب كثير فيه يعني متشنج بشكل كبير وفيه تشاؤم كبير، وهو إلى حد ما يحمل بعض التناقضات. لا يمكن للتحالف العربي الذي هدفه ليس طبعا اليمن في الدرجة الأولى وإنما أمنه القومي أن يترك المسألة في وسط الطريق لتعود الأمور كما كانت في حلقات عنف وخطورة قادمة ستكون أقوى مما هي عليه الآن. لا يمكن أن يقف في منتصف الطريق. الأمر الآخر، قضية القضاء على جماعة أنصار الله، ليس هنالك هدف القضاء على أنصار الله وليس هنالك الهدف بالقضاء على أتباع علي عبد الله صالح. هذا طبعا نحن نعلم وندرك أنه هذا لا يمكن ولا يجوز أن يتم التفكير فيه. نحن هدفنا استعادة الدولة، هدفنا أن يكون هنالك دولة تحوي الجميع ويكون الجميع تحت مظلتها. بالتأكيد لا بد من المحاسبة ولا بد من أن لا يفلت أي مجرم من العقاب، لكن لا يعني هذا على الإطلاق أن التحالف العربي جاء ليقضي على عبد الله على أتباع علي عبد الله صالح أو المؤتمر الشعبي العام أو على أنصار الله. اليمنيون لن يتركوا هنالك معامل مهم على الأرض وهو عامل المقاومة الذي الآن بدأ يؤثر حتى على قرارات الحكومة، ونحن نتذكر بالأمس فقط كان هنالك تأثير كبير في موضوع محافظ مأرب مثلا. وبالتالي القضية ليست بهذا التشاؤم، هنالك قرار أممي، هنالك رغبة خليجية وتحالف عربي ورغبة أممية أيضا على تنفيذ هذا القرار. لن يسمح اليمنيون أبدا بأن يعود الحوثيون بسلاحهم ليشكلوا مرة أخرى يعني خطورة على الداخل اليمني، ولن تسمح السعودية أيضا ولا أعتقد التحالف أن يعود الحوثيون إلى صعدة ليشكلوا أيضا خطرا حتى بعد سنوات، لأن أي تهدئة أو ترك لهؤلاء الحوثيين تركهم لفترة من الوقت في وضع سكون وكمون لن يجني منها اليمنيون ولا الإقليم إلا الفظائع وإلا التهديد الكبير، ونحن ندرك هذا جيدا. وبالتالي دعونا لا نتشائم كثيرا، هنالك كثير ما تحقق. نحن نتحدث عن عام ونيف تحقق لليمنيين فيها الكثير. بالتأكيد لا بد أن يكون لدينا يقظة واهتمام وضغط على حكومتنا بأن تتلافى أماكن القصور، ولكن يجب أيضا أن يكون هنالك تكاتف وتفاؤل وأن يظل الضمان الوحيدة هي الرفض الشعبي والمقاومة الشعبية التي أنا في تصوري وأنا شخصيا أؤمن أنها أهم الضمانات التي يمكن أن تجبر الانقلابيين على الانصياع للقرار الأممي 22/16 وإلى ما اتفق عليه اليمنيون سابقا. نعم، ختاما أستاذ عبد الله، يعني هل تجد أنه من مصلحة الجميع أن يعني وطنيا وإقليميا ودوليا أيضا الدفع ببناء يعني دولة وطنية وديمقراطية وإسقاط أيضا الانقلاب على ضوء القرار الأممي الأخير؟ بالتأكيد الجميع يدرك ذلك جيدا،
الجميع يدرك على أنه أي بقاء للسلاح في اليمن خارج إطار الدولة فهو تهديد للدولة اليمنية ولجوارها وللعالم، وأن أي تنفيذ غير دقيق للمقررات الأمم المتحدة يعني عودة حلقات العنف من جديد، وأن تتحول اليمن إلى دولة فاشلة. وهذا الفشل لن ينصب خطره على اليمنيين فقط، وإنما على الإقليم وعلى العالم. العالم يدرك ذلك، وإن كان هنالك بعض الرغبات الدولية في إطالة الأمور، لكن أنا في تصوري أنه ما دام وما زال الملف في يد اليمنيين والإقليم فإنه ربما يكون هذا داعيا إلى أن يكون هنالك حل. دلالة أن يكون هنالك مشاورات في الكويت هذه مهمة جدا، تنبئ عن خضوع حوثي كبير لكثير من القضايا، واستعداد إلى حد ما ينبئ عن استعداد أن يكون هذه المشاورات فيها بالفعل تنفيذ القرار الأمم 22-16. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.